السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، أحد المشتركين عندي طلب مني أشرح فيديو عن طريقة الطباعة من الموبايل على الطابعة اللي بيكون مثلا واحد شاريها وموجودة عنده بالبيت، فبدو يعرف كيف بده يوصلها وكيف بده يطبع عن طريقها. فأنا رح أشرح بهذا الفيديو باختصار عن هذا الموضوع حتى الناس استفاد الموضوع يلي ما عنده فكرة عن هذا الموضوع. حبايبي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملونا لايك لحتى نكبر بوجودكم أكثر وأكثر. يلا خلينا نبلش. تمام يا جماعة، هلأ أول شغلة منساويها منقرب على الشاشة، تفرجوا في عنا هاي اللوحة تبع الشاشة، مشان نحنا نوصل هاي الطابعة على الموبايل نضغط أول شيء على هاي، شايفينها إشارة الواي فاي او رادار. بعد ما نضغط عليها منفوت على هاي اللي هي هون السيتنج الاعدادات، هاي ليكا. بعدين منقول له هون تفعيل، شايفينه هون كاتب لنا اللاسلكي، منقول له هون ليكا على هاي تفعيل. تفرجوا الضوء الازرق اللي عم يضوي، هذا بيضل عم يضوي ويشعل يضوي ويشعل، بس يثبت معناته انه نوصل عليه الواي فاي. نستنى شوي، تفرجوا هلا هيك ثبت والضوء عندي هون ازرق، هون معناته انه هذا وصل على الراوتر. طبعا في شغله وقت انتم تفوتوا على الاعدادات تبع هي الواي فاي هون، انتم بتكون لسه مواصلين الراوتر على الطابعه، فانتم مجرد ما تضغطوا على هي تفعيل لاسلكي هو بيعمل بحث، بس يعمل بحث بيلاقي الراوتر تبعكم، بس يلاقي الراوتر تبعكم تضغطوا عليه اوكي، بعدين بيقولكم حطوا لي كلمة السر تبع الراوتر، بتحطوا كلمة السر تبع الراوتر، بس تحطوا كلمة السر تبع الراوتر بتلاقوه اتصل وعطاكم ضوء ازرق هون، شايفينه؟ بس يكون عطيكم الضوء الازرق هون بتكون اموركم بخير. هلا رح اورجيكم كيف امكانكم تعرفوا انه وصلت الطابعة على الموبايل. هلأ بالنسبة لطريقة الطباعة، بعد ما توصلوا أنتم مثل ما قلت لكم الطابعة على الراوتر، بعدين بدكم تعرفوا أنه هي كيف وصلت على الموبايل. شو بتساووا؟ بتفوتوا على الوايرلس عندكم هون، نفوت على الإعدادات، بعدين منفوت على الاتصالات، بعدين منفوت على الواي فاي. تفرجوا بيطلع لكم هون كل شيء راوترات موجودة حواليكم، بالإضافة بيطلع لكم ليكا هاي الطابعة، شايفين؟ هاي اسم الطابعة HP Office رقمها. فأنتوا بس تلاقوا مثلا هاي الطابعة بتضغطوا عليها تعرفوا انه الطابعة انوصلت على الراوتر، عرفتوا كيف؟ طيب هلا كيف فينا نطبع؟ رح افتح على ملف مثلا PDF عندي وبدنا نطبع، هورجيكم كيف بنطبعه. هاي مثل ما كن شايفين فتحت انا عندي هون ملف PDF وبدي اطبع هذا الملف. كيف احسن اطبعه؟ بعد ما وصلت كل شيء على الطابعة والامور كلها تمام، بضغط على ثلاث نقاط اللي عندي هون مثلا وبنزل لتحت بقول له هون طباعة، شايفين؟ يلي هي كلمة print، بضغط عليها فرجوا قوم يفتح لي فورا على الطباعة. هون عم يقول لي انه الطابعة موصولة اللي هي هي ليكا، وهون عم يقول لي هلأ اذا بدي اطبع بضغط على هون على الطباعة وبيطبع. طبعا بامكاني اختار، بضغط على هذا السهم بامكاني اختار هون اذا كانت الصورة ملون ولا ابيض واسود، قديش العدد بدي اياه، بختار هون العدد، حجم الورقة، يعني انتو الامور كلها هي بتشوفوها بعدين على مهلكون. مثلا اللون بضغط على اللون، في ابيض واسود وفي ملون لان هي الطابعة بتطبع كمان ملون، عرفتوا علي؟ فبس اختار انا كل شيء بدي اياه، اخر شيء بضغط له هون على الطباعة، تلاقي فورا انطبعت عندكم الصورة عن طريق الموبايل او الورقة عن طريق الموبايل. طبعا في شغلة كتير 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 مهمة، بس تطبعوا على الطابعة وتخلصوا منها وتخلصوا اموركم، لا تخلوا الواي فاي شغال بالطابعة، لانه في ناس ممكن تاخد انترنت من الراوتر تبعك عن طريق الطابعة يلي انت واصلها، ممكن يخترقوا وياخدوا انترنت من الطابعة اللي انت واصلها. فالافضل بعد ما تخلصوا طباعة تطفوا الوايرلس مشان ما حدا ياخد انترنت من عندكم عن طريق الطابعة. تمام حبايبي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم بالمعلومات. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.